ورقة، ده أول حاجة أنا اخترتها. ايه ده، المقاس ده؟ ازيكم، عاملين ايه؟ معاكم سلسلة فيديو النهاردة بتكلم عن مشتريات شي ان. اول تجربة في حياتي اجرب ان انا اشتري من شي ان، فجربت في قطع هفتحها معاكم وهنشوف القطعة حلوة ولا وحشة، وهنشوف المقاسات طلعت مظبوطة ولا لأ. استر يا رب. عندي توتر كأني هفتح نتيجة ثانوية عامة بالظبط. لو عجبك الفيديو دوسي لايك واشتراك وشجعيني. يلا بينا. مبدئيا كده انا نزلت ابلكيشن شي ان على الموبايل بتاعي 3 مرات، مره وامسحه مره وامسحه مره وامسحه، وقلت انا هاخد مساحه على الموبايل ليه. وبعد كده في نقطه كده كنت عايزه اشتري تيشرت هاي كول مخطط او في نقشه عموما، قعدت ادور على المحلات كلها ما لقيتش، عشان احنا داخلين على الشتاء وانا كنت عايزاه اللي هي الماتيريال الصيفي قطني، يعني علشان عندي حاجات معينه كده عايزه البسها عليه. المهم رحت انا قلت ايه لما افتح شي ان ده، علشان في ناس كتيره جدا على اليوتيوب بيشكروا فيه، فقلت ايه هشوف، بس مش عارفه اشتري ازاي ولا هشتري يعني مش فاهمه اي حاجه. المهم ايه دخلت وخلاص. المهم لقيت التيشيرت اللي هي كل اللي انا عايزاه، واشكال كتير بقى ومقاسات كتير، يا بصي ما تعديش. في بقى عباقره بلاقيهم بيجيبوا مثلا المقاسات على مقاسهم بالظبط، عندهم خبره كبيره جدا، انا عمري في حياتي ما اشتريت منه، فده اول فيديو ليا في الخبره دي، تمام؟ فمحدش يتريق خالص، عشان انا بقول اول تجربتي ليكم، عشان انا بشوف ناس كتيره بتعمل مثلا بيشتري مشتريات شي ان بيبقوا عارفين مقاساتهم وعارفين هم بيشتروا ايه، وكل حاجه بتطلع معاهم حلوه. فانا عماله اقول للناس ايه الناس العباقره دي، يا ترى انا هطلع عبقريه زيهم ولا هطلع. فالمهم بلاش رغي كتير، يلا بقى نفتح اول قطعه معايا. تيشيرت، بصوا مبدئيا كده الكياس دي اول ما شفتها عجبتني قوي، يعني تحس ان هي كده ايه ما بتخروش كتير، حلوه. غير كده فيها فتحات من هنا اهي، ما اعرفش فتحه ولا اتنين فتحه، فيها فتحتين علشان التهويه بتاعت اللبس، فانت ممكن تخزني فيها اي لبس تاني. بصوا بتفتح بسهوله، حلوه. بصوا حلو، يعني بصوا ايه اللي ممكن تخزنوا فيها، بس ما تخزنوش حاجه فيها في الفريزر. ها المهم ده انا كنت واخده ده تيشيرت الماضي اللي هو تاي داي، مقاس لارج، ماشي. مقاس لارج ده اللي هو اكبر مقاس. طبعا انا هحط لكم كل الصور اللي انا اخترتها، هتاخد كده عشان ايه احط الصور هنا كده مكان ايدي. بصوا الورقه، ده اول حاجه انا اخترتها. ايه ده، المقاس ده كده؟ انا هقيس كل ده في اخر الفيديو عشان ايه. ماشي، بصوا هو انا دلوقتي هتكلم عن الماتيريال. انا بصوا هو انا كنت قصدي اجيب اوفر سايز، مش عارفه بقى هو اوفر سايز ولا اوفر سايز، فهشوف الكلام ده. هو الماتيريال بتاعته جاي على قماشه اللي هي بتزحلق دي، اللي هي كانه سبورت، ماشي، مش قطن يعني، مش قطن خالص. والقصه دي ذات نفسها او اللون ده قصدي طالع موضه قوي، فانا جبت فيه منه الوان كتير، بس انا بحب الرمادي عشان حسيت ان هو يعني ما عنديش حاجه رمادي غير كده، قلت غير الركن اللي ورايا دي رمادي، وكمان قلت ان انا يعني في ستايل معين في دماغي يعني، فلو طلع مقاسي ومظبوط هتشوفوا معايا مقاسي ولا لا. طيب دي اول قطعه ومشيتها حلوه، وتحس ان هو شكله نضيف، يعني شكله مش رديء خالص بالنسبه لسعره، هو شكله حلو قوي، ماشي. تاني قطعه، بتحطوا الحاجات دي كلها، يعني كل الحاجات دي بتحطها في اكياس. ده الجاكيت الاسود، قماشته حلوه قوي. هو انا ليه حاسه انا جايبه كل المقاسات كبيره؟ بصوا شايفين، يعني بصوا اولا ده بصوصته فضي كده وليه جيبين مفتوحين اهو. طبعا انا قريت كل الريفيوهات اللي على الهدوم دي، يعني قبل ما تشتري حاجه لازم تعملي ريفيو تشوفيها هو شفاف ولا مش شفاف، مناسب للشتاء ولا الصيف ولا الخريف ولا الكلام ده، تشوفي اراء الناس فيه، مقاسه بالتقييم كده، تشوفي اقرب واحده في جسمك لابسه ايه وشكله عامل عليها ايه. فانا كنت بقعد ادور بقى على الناس اللي لابساه،
وجبته. انا كنت فاكره ان هو هيبقى جاي شتوي شويه، بس هو اصلا صيفي يعني ينفع للصيف خالص. قماشته برضو كانها زي ووتر بروف كده، بس هي مش ووتر بروف، هي جايه على القطن شويه. آه زي برضو لبس بتاع الرياضه بالظبط. استنوا كده اشوفه شفاف ولا ايه. مش شافف الحمد لله. فهو بصوا هو جميل قوي، انا اصلا جايبه عشان يعني انا كنت حاطه في دماغي وانا بشتري ان انا هجيبه عشان الصيف البسه على التيشيرتات الطويله بتاعت الصيف اللي هي بنص كم، فهو هينفع للصيف بجد. آه برضو هقيسه، هوريكم هقيس، هقيس كل الحاجات مع بعض. آه جبت بقى التيشيرت ده، ده بقى اصلا اللي خلاني اشتري من شي ان. آه كنت عايزه التيشيرت مخطط كده عشان في حاجات معينه عايزه اشتري البس عليها يعني حاجات مخططه مش حاجات ساده. فالمهم اللي انا جبته اهو ده، حاسه مقاسه مظبوط كده، مقاسه مظبوط. قماشته حلوه قوي بجد، قماشته ناعمه ناعمه وحلوه ومش شافف، حلوه قوي. ده مقاس اكس لارج يعني انا جايبه اكبر مقاس اهو. ده حلو قوي برضو. انا كنتش لاقيه ان هو الشكل ده قطن، كل اللي بشوفه صوف وما بيعجبنيش، فقلت بقى ايه انا يعني هشتري ده فاهم، من شيء ان اجرب شيء ان في ده كده، ده جر ده جر ده، يعني الواحد بيخش مش بيختار قطعه واحده بقى، لا ما بيحصلش، بيشدونا كده بيقعدوا يشدونا. وبعد كده بقى اشتريت شنطه، طبعا انا جايبه حاجات كلها تحس ان هي ووتر بروف، لازم تجيب شنطه وماشي ووتر بروف اهو. هي بصوا مش ساده ماشي، هي جايه لي من غير كيس كده. ايه تعالى بقى نفتحها بالراحه، هي بص متلعبكه في بعضها. بصوا اهي، بصوا يعني حلوه بس يعني 7 من 10 يعني، يعني مش يعني شكلها، هي الماتيريال من بره حلوه بس حاسه ان تقفيلها وحش يعني، دي خفيفه قوي يعني. انا كنت فاكره ان هي الايد اللي هي بتبقى عريضه دي. دي كمان بلاستيك، ف التقفيل بتاعها مش حلو قوي يعني، في تقفيل كده من عند السوسته في الحته دي متقفله حلو وحش، والحته دي متقفله حلو. انا كده كده هلبسها كده يعني. بصوا هي حلوه حلوه يعني 7 من 10 ماشي، الشنطه دي 7 من 10، وهي اصلا مش غاليه فهي سعرها حلو. تعالى بقى نقيس الحاجات وربنا يستر. طيب هنبدا باول قطعه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طلعت مقاسي. بص هي هو واسع اوفر سايز زي ما انا كنت عاوزه، بس التيشيرت ده قماشته لو جبتها مقاسي بالظبط هيبقى وحش جدا. بص الطرحه اتظبطت طبعا، لبست عليها جاكيت جينز، ده حاجه من اللي في دماغي برضو، بس عايزه بنطلون يكون ضيق كده وكوتشي كبير او بوت يعني عشان يبقى شكله حلو. وعايز بقى طرحه بيضه او طرحه رمادي او سودا، لسه هشوف ايه انا هعمل ايه. دي اول حاجه معايا الحمد لله طلعت مظبوطه. دي القطعه التانيه الجاكيت اهو، وطلع مقاسي بالظبط وقماشته بقى طريه وحلوه يعني، قماشته حلوه قوي بجد. طبعا هو قصير فانا كده كده قلت هيتلبس على الجاكيت على تيشيرتات طويله، هو كمامه طويله شويه بس حلوه قوي يعني، انا بحب كده وبحب يكون واسع سن، او مش واسع قوي يعني واسع سنه بسيطه عشان لو لبست عليه اي حاجه ما يبقاش ضيق. عجبني. اخر كده بصوا ده اللي هيكون مقاسي بالظبط. لو حد اعرض مني سنه هيخش فيه عشان هو استريتش، فحلو قوي. شكله عجبني ومش شفاف ولا اي حاجه فحلو. فرحه بوظت بعد اللي انا عملته. طيب كده بيكون الفيديو فرحان عشان هدوم جت مقاسي. فبصوا بكده يكون الفيديو بتاعي خلص. ولو عايزين تعرفوا ازاي انا خدت المقاسات بالمزوره، بيتعملوا مثلا بتقيسوا كده بتلاقي مثلا محيط الصدر مثلا 90، انت بتشوفي في الجدول رقم 90 موجود او 92 يعني، تشوفي ما تجيبش اقل من مقاسك علشان ما يطلعش غلط، غير في حاله واحده لو الحاجه ستريتش فهتيجي مقاسك تمام. لو انتوا عايزين الشرح المفصل اكتبوا لي في التعليقات وانا هشرح لكم كل حاجه، هعمل لكم فيديو مفصل ازاي تاخدوا مقاساتكم بالظبط من شي ان، وازاي كمان تشتروا وازاي تختاروا بقى، اوريكم انا ازاي عملت مع الابليكيشن وكل ده عشان بس الفيديو بتاعي ما يكبرش.
اكتبوا لي في التعليقات رايكم في ايه في اللبس، ورايكم في التعليقات لو حد جربه، ورايكم في التعليقات ان انا اعمل لكم فيديو للناس اللي هي اول مره عايزه تشتري ازاي هتاخدوا مقاساتكم بالظبط، عشان الفيديو هيطول مني انا عارفه ساعه ما انا اقول لكم المقاسات دي، عشان انا بحب اقول الحاجه بالسنتي يعني، بحب اقول حاجه دقيقه عشان في اغبياء زي كده بيحبوا يعرفوا كل حاجه بالتفصيل يعني، ما ينفعش اقول ايه شوفوا جدول المقاسات واختاروا مقاساتكم، انا ما فهمتش ساعتها اصلا، وكنت خايفه ان اللبس اللي انا اشتريته ده كله اصلا يطلع بايظ، بس الحمد لله طلع مظبوط، طلع زي ما انا عايزه يعني الحمد لله. فلو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي لي اشتراك، ما تنسوش وتابعوني الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.